ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عم ناصر بنفسي طبعا، زعقلنا كلنا ولا انا اللي هشتغل. طبعا احنا مش قادرين نتكلم ولا نعمل حاجة، هو زي ما انتم شايفين الله ينور عليه بدأ هو ركب الماس الصغير تحت الماس الكبير فوق والله ما شاء الله. الله ينور عليك يا عم ناصر. لو بتشتغل قد ما بتتكلم كانت هتبقى احسن من كده.